عين عين البنات انا جايه ناري البنات هادو واش عارفه اش فاش خدامه انا جايه البنات ويلي انت صحابه خدامه واقيلا في الكابلاج ما عرفتش اش كتجبد ليا الصقعه بغيت نعرف صغيره ويلي 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 يا ربي السلامه طيبه حتى التعاويذ ما يعجبك يلا يلا زيد زيد كيفاش فين غاده عايزه مش كتنزعي راك عارفه ديالو لقيتها فاش كيجي عندنا الطرونسبور كلشي ضارب العبايه الا انت ريسبونسابل ديالو لا ماشي هكا راك عارفني انا مره مره كنبغي نبدل عصام ودار ماشي تبديله انت لابسه نص تبديله وكيفاش عصام نص تبديله ما تبقاش تقول لي هاد الهضره راك عارفني الخدمه ديالي كتحكم عليا اللبس هكا خدمتك كيقول لك لبسي مقزب وهذوك مخدامين شي معاك دابا شرحي لي هذوك مخدامين شي معاك كلهم ضاربين العبايه كي لابسه شلابه شي غاده بحال هكا ولا عصام شوفي ما كاين لا 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 مرقي شويه قدريني كيما مقدرك وانتي ما غادا وسطهم بحال الورده وانتي عاطيه العين اش دابا زعما كتاك ليا راسي ما قلت لك والو انا حيت كتجي زوينه كنبغي نغير عليك ورا ما عندي ما ندير راه خصني ضروري نتقدر ما خصنيش نمشي لابسه البيجاما والفواطه للخدمه راك عارفه عيطه طيب دابا شنو نهار البنات كيتسناو لي انا غادي ما كنتش تشوف البنات بناتي ايوب جايين معايا واعي عصام الله ينعل الشيطان راك عارفني مازال ما تخلصتش راه باغا ايوب ماشي انا ايوب باغيها وتجي تحيدها مني انا باش نعطيها لايوب ولا غنعطيك اش تغوشي هي اللي عندي هي اللي عندي غنعطيها لك علي غدا هكا دور هكا باش ما يشوفونيش البنات يقولك تتصرف عليه وانا كنفوح عليهم وهي خذونا لا وقلتي ايوب 100 درهم وانا انا البنت واقفه فيها انت اجي فيها بارحه صافي سيري جيتي عطيتيني 200 درهم ديجي كتقولي لي هاد الهضره اش عطيتك انا من 100 درهم خذ يا ولي خويا ردهم لك والمهم راه البنات كيتسناوني عصام خليني نمشي نخدم على راسي راه شحال الترونسبور قريب يجي سيري الله يدير شي مزيان ايوب 200 درهم عاوي لها صاحبتي تعطلتي علينا وكنا صاحبتي كلشي عرفتي سميتي لالا ناري طاكسي حمارة الدرية تشدو عامر يحسبلو فيهم شوفي انت هو الطاكسي دابا مشى وحنا بقينا واقفين والله الا قلبي على الفاكاتي من هنا راه غير برين كاينين الشوم كيفاش بعدا كنحسبلو فيهم وقتي حنا شنو كتجبدي ليه فيهم لا خصك الزرقاء واش منيتك راه هو قلت لي مشى علينا الترونسبور وعطاني فليزه في الطاكسي باش نسى الطاكسي ما عطاك حتى فليزه تكون كان معاك يلا يلا بلاصه الفاكاتي من غتكون خوات تا دريسان شو تعطل علينا تا تعطلتي فحال ما عرفتي مشيتي يا صاحبي 200 درهم يا صاحبي كنقول لك ولا اجتك شي 500 درهم بقاو حنا 200 درهم 100 درهم ما دايرين لي والو عصام صاحبي تمنى انا امك انا نصرف عليك وصافي شردي راك 200 درهم ولا شي نعطيها انت خرجتي في عينك فحال بغات تاكلني غنقسمو انا وياك اسيدي ما غناخذهاش لراسي صافي بقيت على راحتك دابا عندك 20 درهم مزيانه لك درتش معاك المزيان انت اصلا ما عندكش ريال تولي عندك 20 درهم 20 درهم ما غنمشي بها للحمام عصام انا 100 درهم وخذ 100 درهم شحال مشيتي للحمام ولا شهر ونص ما بقيتش في الحمام غتمشي للحمام مشات لك 100 ريال غتاخذ بها 3 كولواص اسمعني نقول لك غتمشي 10 غتاخذها كامله فين صافي ماشي مشكل 100 درهم انا غنصرفها ونجيب لك الصرف الله يرضي عليك انت ما طايح ما تيش دير لك تصرف عليك وانت فين لقيتها كاع ما نجي عندك اصاحبي انا كاع دبر لي شي وحده صاحبتك راه عندها تيتيزه تعرف نشوفها مع شي دريات وانت خلينا نشرح انت كتشد شي دريه كتلصق بحال السيله كتبقى لاصق عليها والله العظيم اخويا عصام ما كذبتيش ولكن هاد المره طيح مع شي وحده خويا تبقى بروفيسي صافي علمني لي على بلان انا خشيت الطاكسي ما بغاش يجي ويلا خشي شي دن دايره انت كنصرف فيه انا فهاد اللقطه هادي واش انت منين كتعرفتي انا اليوم قلت لكم بلا ما نخرجوا في الاخرين دبروا على راسهم حنا بقينا هنايا بحال راه انا اللي تابعك انت يا طريقك عوجه صباطك اختي ما عرفتيش فيه منحوسه اختي اه شوف شوف داك خونا راه مصح هو غادي جاي علينا شنو اللي عرفتي هذا الا ما شديناش دابا ما ساليش موتش هذا راه كيخاف حتى من الفولون غير شويه علينا فين الزويونات هانية؟ والله إلا هانية ملي شفناك أخويا وإلا ما هانيش نهنيوها مرحبا بكم شنو ما تمشيوش؟ شنو نمشيو أخويا حنا أصلا كنتسناو غير طاكسي حمر صافي بدا ديورنا وحق الله القاسم بحال شي حاجة الله يعجبكم الحال ياك بعدا والله تيعجبكم الحال ولكن حنا راه عشانا غالي راه هانية ما كاينش مشكل أنت الله في خوتي ولا واش تي دابا ملي قلتي خوتي غاسر في حالك ياك الله يعاون سير وياك ياك يا راه نتفاهموا ياك يلا طلعوا مع بعض
ايوا فين البوغوس؟ فين غتمشي بينا؟ كاين شي عشاء ولا والو؟ قلتي نمشيو نتعشاو، كاينه الدار بغيتي نمشيو نتعشاو شي قهيوان، نمشيو بغيتي طيبي راسك نمشيو، ما عنديش مشكل فين ما غترتاحي نمشيو. اويلي على نطيبو راسنا، من اخويا جيبنا خدامات عندك ولا نهبطو دابا حنا يدينا كاع ما ديال الشقة. والله الا زوينه هادي ما قادش علينا، ما تكلاكسونيش علينا وما كذبتيش اصحيبتي، هذا راه كيحسب له هزنا من الموقف. كومشينا في طاكسي حمر كون صدقاتنا حسن. او جاكم ماشي ديال الطاكسي حمر، نديكم تاكلوا في احسن بلاصه بغيتو. ما دابا خويا قهرتينا غير بالهضره، خويا شري لنا غير شي حاجه حلوه ناكلوها، شي شوكولاط من شي ساكا ولا شي. لا عندي البرطمان كاين انا، يلا دخلت من الغربه كاين الدار كامله شوكولاط. وخويا قول لي ما كاين الحلويات، خذوا راحتكم ما كاين، عطيه العصير في الكاس كبير. يلا سير على الله صافي، مرحبا مش قوي على خاطركم. خويا طلق لي ابنك شويه بنات، تسمحوا لي واحد دقيقة نجاوب الوالدة واحد المكالمة ضرورية. تسمحوا لك حتى جوج دقائق للزين. صحيبتي شبالك في الدمدومة؟ نمشيو معاه ولا لا؟ وليد الدمدومة وسكتي دابا بحال هو كل العجينة، خصك نمشيو معاه ولا لا بغيتها نمشيو للحبس ولد ماما وبابا؟ تسناو البنات نجاوب ماما. وما كذبتيش اصحيبتي، ولكن هاد الطلعه اللي طلعنا معاه غنمشيو خاويين ولا لا؟ ما غنمشيوش خاويين. ايوا اش بالك في هذا؟ بان ليا كل الخير فيه اختي. شنو ندردقو وهي دابا؟ صافي شد هالمصباطة كون بغا نمشيو للحبس. ناري جاوب عيني، ناري تفاجو. صافي مشات الكوميسارية، انا ما ساكنش هنا خشي ما ساكنش. تعطلات بلاتها فيني نجوى فيني. شوفي ما تسوري لي نجوى تشري في هذا من بعد نعاود طلعي سالفه على الدنيا بديلي قبل ما يشوفني من هنا السبب فيك. ويلي ما كتجاوبنيش ويلي، انت ما كنتي خالعة يعني من الصباح ما كتجاوبش؟ واش انت مريضة ولا مصطية؟ قولي لي. راه ما كاينش مصطية قدك، راه صاحبتي كنت راكبة في الموطور راه جابتني رايحة انا حتى للباب. انت اللي سعداتك، اما انا مسكينة رجلي كاع تكلاو ليا بالحفا. وانا قلت لك تبعيني، انت شديتي الطريق وانا شديت الطريق، شنو ندير لك انا؟ اها دابا ما عليناش، ما هادشي كامل اجي نشوفوا بعدا هادشي واش كرمو فيها الكرموس. شتي ولا ما شتيش؟ هذاك اختي خودي كي صيفطت للحبس. شوفي شي كي صيفطت للحبس اش من اش من كي صيفط هاك يا بليتك يا فابور. لا ما بغيتهاش اختي. واو حيدي يدك، شنو بالك في هاد الهمزه كاينه ولا ما عندك حساب كراني ما شفتش شنو كاين؟ راه قلبت الصاك قلبته في الزنقه، راه ما بغيتش ندير معاك الخشونه وصافي. دابا انتي مقلبه في الزنقه الروايه، وانا شكون اللي غيضمن ليا باللي انتي ما محيده شي حاجه من الزنقه؟ لا والله ما حيدت شي حاجه صح. هذا اختي شوفي اش غنقول لك، صباح الخير. ماشي مشكل الخبر يجيبوها التوالى، دابا تشوفي داكشي واش قصمه ولا لا. هذا اللي ما عرفتش كي غندير نبيعو ولا ماش غندير به. علاش غنبيعو؟ والله ما في عصام بعدا هو الاول. ايوا صاحبتي شنو البلان ديال اليوم؟ اليوم ما كاين حتى شي بلان صاحبتي، راكي عارفه عصام سيمانه هادي هو كيعيط ليا وراه خصني حتى هو نعطيه وقته. ايوا يعطيه غباره من وقت تعطيه هذاك اختي، انت حسن منه. صاحبتي راكي عارفه اللي يطيح حبنا على حجره. ايوا اختي انت طاح لك على صخره ماشي طاح ياكي. وما عندي بال لي اش غادي ندير. ايا انا ندى ندى زعما كاين هذاك واش هذيك شكون انت؟ كيفاش شكون انت؟ انا نتا لا شكون انت؟ سمحي لي كنعيط لك كتجاوبني شمال
انت شتي عصام انا خارجه بلا تليفون. وعلاش؟ راك عارف الوقت خيابت والخدمه ديال الليل، راه ما خصنيش نتم غدا خارجه بعد. سمح لي واحد الدقيقه خصني نعرف. ايوا كبيره. شكون هي؟ كملي علاش شكون هي هذه؟ صاحب زيرك تشوفها معايا ديما. ديالك شكون لابسه هذيك؟ اه هي هذيك. اه شنو التليفون البريه الاول؟ عصام صاحبي راه الخدمه وراك عارف راه تنجي تنطيح هكا وتكنيك. الخدمه بحال خدامه ليا انت دابا هي اللي كتبني العمارات. هي قلتي لي مريحه في بيرو. واخا هكاك راك عارف راه الكاميرات وما خصنيش نهضر في التليفون وشحال من حاجه. دابا شنو هو البلان ديال اليوم؟ واه صافي اليوم انا غادي نمشي مع صاحبتي تقضي واحد الشغل ديك الساعه. انا كامل مع الشي انا كتقول لي نمشي. وعصام الله يهديك انا ما دايرش معاك غنتعشى ودايره معاك غنشوفك وغنمشي بحال هادي راه تابعاني الخدمه. خشلشيني بهاد الخدمه دابا بحال هادشي اللي خدامه في هاد الكوكب. شي سيمانه ما شفتش كتقول لي الدريه. دابا شكون الاول انا ولا الدريه؟ اه شكون كيعيطني هذا؟ واش انت عصام مع الدريه تقلقات ومشات؟ انا جايه صاحبتي. انت ما كاينش انا جايه قول لها سيري. والله حتى حرام عليك هادشي اللي كدير عصام. خليني دابا نمشي نقضي مع صاحبتي الشغل وغادي نعاود نرجع لك. ترجعي دابا؟ دابا. صاحبتك كتعرف شي واحد؟ علاش؟ سودو مع ايوب لاصق فيا. وين وحدي؟ على اخر ايامي انا مقلقي شي بشي. ولا ايوب شود الناس عصام. سبحان الله ايوب ما عندو الزهر لا في دريات لا في فلوس. وفين ابو عصام؟ وين خو؟ هاني خير بخير الله يحفظك ليا. كنا خارجين دوارهم كاين ما يدار كلشي مزيان؟ لا مزيان هاني. اش كنتي جالس راسك؟ سمعني بواحد الحاجه. نعم. كنتي مع شيرك؟ اه كنت مع شير. غتمشي غتبقى معاه؟ تنصوني لك وجهي. اجي فيه الشعبة نتعشى معاك اصاحبي كتجري عليا. جاي نادى جايبة لي العشاء غنخلي لك شوية. صافي ماشي مشكل. هكا بغيت نقول لك اصاحبي صاحبي اللي في الغربة راه داخل هاد السيمانة قال لي ضروري بغيتك تحضر لي شي طونوبيلة لكرا. خونا أسامة. أسامة جاي لك حالة فلوس. واش باغي يكري شي طونوبيل؟ صافي أنا غنشوف لي واحد الدري صاحب. اه باغي يكري شي طونوبيل هو عنده طونوبيل ديالو قايب لها من تما جاي من برزات بانجيا في الطيارة. لا ما شوف لي شي طونوبيل شبالك كتعرف شي واحد ناضي. كان راه ناضي خاص يكون هو ناضي. صافي نشوفو ليك الطوموبيل. شحال باغا بعدا هو من شهر؟ اه تلف شحال باغا من نهار؟ تمشي بالضروري شهر شهرين اصاحبي هيك غيجي فلوس كاينه. صافي ما تسوقش اصاحبي صافي تاكل وتشرب وتزهى. هادشي اللي قلتي راه كنديرو كل نهار ديال تاكل وتشرب وتزهى حتى يجي هو عاد باش يخرجنا. تما بس عمرك تعرف تدوي مال. المهم ما علينا ما علينا اصاحبي. صافي تيجي تيجي وغنشوفو لي طوموبيلك شي اللي بغا. انت باغي الاورو باغي انت صاحبي الفلوس ديالنا حماضت في الشي دابا قول لي. نقول لك باغي تكون معانا باش فين هنا؟ اه ما باغيش يكري هو قال لي نمشي نبقى نكري بغيت نعيش معاك انت وعصام. وتلقى يدو وطالق هو يدو اصاحبي من اللي قال لي الفلوس داخله اصاحبي اش بان لك؟ صافي مرحبا بي. صافي ناضي. صافي انا نقول لك واحد الحاجه ملي يدخل هو راه ما نبقى نصرف حتى شي حاجه. صافي داكشي خليه على حسابي واش حنا عارفين شنو كنديرو حنا جاي صغار على حسابي كلينا ما خلصنا ما هربنا. صافي يا صاحبي انت تفكر ايامات الصورة صاحبي حيد انا مشيت خليت لك الراحة صافي خاصك شي حاجة تنعيط لك صوري عليا بلا ما تعطل عليا تعرف هذوك الفعال ديال العيالات تلحق وتما جي داخل تنعيط لك. صافي يلا سيري يلا دور وجمع راسك شوية يلا. وانت كضحك اصاحبي بحال ساكن في حي الفرح ديما فرحان. نادم كي داير والدنيا خاوية كتصفر كان لينا اختي نمشي لهذيك البليصة فين موالفين كانوا. اه انا الدنيا ناشفة انا اختي نقولها لك من هنايا وقف عليا شي واحد والله ما يدينا بجوج لا طلعت معاه. لا مشوية بجوج غنبقاو بجوج. ناري العلومة كيدايرة ناشفة كل تصرفات كل شيء كيحسب لنا خصنا ندفعوا طلب المقاطعه وتوافقينا عليه انت باش نجيو نبقوا هنايا. اسمعي الحبيبه ديالك كبيده حيدي يدك. لا لا حيدي يدك وتنهضر معاك. تلقي داك الصاك تلقي داك الصاك دابا بغيتي دابا بغيتي السيكتور ديالك وتلقي الصاك وما غتبقاي بلا سيكتور لا صاك. تلقي وسيري في حال. لا ما غنمشيش في حال. سمعي ودابا حنا كنهضروا مع فمك وحيدي يدك. لا طاقه حنا تنهضروا بيدينا وفمها حيدي. يلا تلقي راه ما خاصكمش اصلا توقفوا معاك. واخا تلقي الصاك وما غنوقفوا معاك. سمعي حبيبي خذ هذا الصاك وسيري قبل ما تمشي هي هذاك قبل ما تحس بسنانك. يلا الباب يلا الباب.
هضرنا معاك بزاف. شتي دايره؟ لا فورما لا في الصاله. ما تعرفها غدا ما تعرفها جايه. المهم دابا حنا دينا هاد السويك يلاه فحالنا. خلاصيني مالك؟ وانت كتخلع على السباعه صافي. امال فاش لك تبقاي تعيطي وتعيطي وتعيطي وتعيطي؟ راه كنعيط ما حد نجوه ما كايناش. راك عارف ملي تنكون موجده داك الشيء لعيبه كنبغي نعطيها لك بيني وبينك. راك فرحيني نجي كنجري كنقول هذيك ضربه شي واحد ولا ماش كي. سي اسامه فين؟ بخير هاني كلشي مزيان. تبان لك اصاحبي هاد البشيد اللي مات مخربق وما مرتاحش بقيت باغي تخرج من ورا الطوموبيله كتخلص كل نهار 300 درهم ديال لك راه صح خويا معصر شويه ما بنتي ليا ماشي نورمال ما عندك شي مشكل اخوك انا اي حاجه بغيتها نوقف معاك قول لي شنو عندك وقع لي واحد المشكل اخويا مشكل شنو المشكل عندك اصاحبي انا حاسبني خوك وصحيبك كتخبي عليا حشوم معاك اخويا اسام خويا ايوب ما كاين ما نخبي عليك وقع لي واحد المشكل كنت غادي في الطريق بانوا لي واحد جوج بنات قلت نمشي نديهم يتعشاو وصافي بدينا تنهضروا جاتني واحد المكالمه اخويا جاتني واحد المكالمه صنات عليا الوالده هبطت نهضر معاها في التليفون صافي هبطت تنهضر معاها شويه دازو صافي هزو داكشي اللي هزو مشاو وي 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 على السي اسامه وليتي سخيه سلم عليه زرب عليه او تا كي درتي يلاه سلمت عليا غادي نتعشاو تا قول لي دابا كيفاش شنو داو لك ياك ما داو لك الاوراق ديال برا ولا شي حاجه صاحبي لاباس اللي ما داو ليش الاوراق ولاني داو لي الصاك فيه فلوس فيه التليفون فيه بزاف د الحوايج مهمين اخويا مشكله صاحبي تاك الساعه ما داو لك داكشي عيط ليا صاحبي انا ما حافظاش ياك عندك في التليفون الاخر الصغير عيط ليا وقول لي شنو كاين نجي نحضر الدريه تكون انا نزلت نصات عليا الوالده مسكينه هي تسول فيا فين وصلت نزلت تنهضر معاها شويه تيبانوا لي هربوا تبعتهم الطوموبيل ما عرفتش شنو ندير اخويا ايوا عندك صافي اجمعكم كل والو خويا عصام دخل اخويا دخل مشكيل اخر مره ما تخلي الباب محلول انت مالك اصاحبي ما حافظش شكون بان لي شي باب ولا حتى ما قايلش انت هو نسدو يا عصام ضربك شي واحد صاحبي راه شفنا الدريات اصاحبي مشكلة شفرو دري كنطوج دري داو لي التليفون صاحبي بمليون صافي داو لي الصاك انت مشي لك التليفون مشي لي التليفون نجيني عيبات نعم تعرفك انت ديما مكحل فلوس تضرب لي الريحه كصاحبي بريكه ويلي انت كصاحبي بريكه ويلي شو هو الريحه هذا خويا انت براني انت زعما في الغربه وتصدم شي في ريحه ما ينشمش ريحتها كي دايره شنو ترجعوا لي صافي شكا خويا انت هاي باش تعرف راه ها انت باري الطيماكس ديالي راه ايوب عارف كلشي حتى ندخل دابا لجوجل ونجبد باري والطيماكس ونجبد اي لعيب تنقول لك خو هادشي اللي عندك مشى ليا من الساك اخويا عيسى واش نكذب عليك حتى الدري ديري خدام الله يهديك اصاحبي ويلا حشومه عليها رزاتني في هادشي اخويا بالله ما عرفتش شنو ندير اصاحبي واش كدوم معايا بصح زعما شوف هاد المكانه وي تا هادشي اللي مشى ليها صاحبي من الساك تا هاد الريحه تا هي تا هاديك الريحه انت باش تعرف هاد الدريه هاديك وكان جابتها لك كادو تجيبها لك عامره شو هادي راه فيها النص على يمكن كتبهاش بحال هكا النص ما عمرها تباعها هكا النص وانا قلت زعما جي وانت فكر مع راسك وانت غاتعرف واش هضرتي مزيان اخويا وانت واش قول لي واش عمر شي ريحه كتباعها هكا فيها النص ويفكر واخويا عصام ما الدري ما كيكذبش عليك اصاحبي راه ديجا وراني تصاور كندوي مع ابل فيديو فوق الموطور اصاحبي وراه كيسكن اصلا في باري اصاحبي ما غاديش يكذب عليك صافي هذيك عندك راه دارتها اصاحبي جات شافت لي اصاحبي الشمس دابا غنمشي غندبحها ما كذبش عليك اخويا عصام دات لي رزق صاحبي اصاحبي شنو حنا مش رجال اصاحبي ايوب شي قدرتي عدي دوره ديال الزمان اصاحبي وانت اصلا اشلك اشلك في هادشي كامل ما ماشي لك والو اشلك كتخرج في عيني خويا اسامه دوي معايا خويا الله يرضي عليك اش غدير شنو غندير اخويا عيسى؟
دابا انا خويا راه صدمتيني بهاد الهضره هادي، جاي فرحان اصاحبي وبغيت نوريكم صدقوا هادشي ديالك. واش الشيء تعرفها؟ نعرفها مزيان، كنت هي وصاحبتها نعرفها، ما تخفاش عليا. دابا غادي بجوج كيفاش البلان بعدا؟ انا في خباري شفت كيفاش هي وصاحبتها فين تلاقي شي معاهم فين. كنت غادي بالطوموبيل بانوا لي بجوج، وقفت عليهم قلت لهم صافي بدينا تنهضروا. المهم هضره تجيب هضره، قال لك يلا نمشيو نتعشاو، وزيتهم في الطوموبيل صافي. غادي جاتني واحد المكالمه، عصام انت غاداني يوم عن ديرني في ديك الدري كنت تيق فيها، سير جيب اخويا وري الدري الا كانت هي ديك الساعه غنديروا الاجراءات ديالنا. نكتبك دابا هي كيلو ديال البطاطا غنمشي نجيب. صافي شادي كيف ما كنت اخويا شغلك اسمح لي يا اسامه تشلك. واش لي يا صاحبي رجع عندي يا صاحبي بحال خويا، انت مشات لك شي حاجه؟ المهم راه مشات خويا شي حاجه بحال خويا صاحبي، ودير معايا التعامل هذا خويا. راه البياسات هادو اجي معايا غندوز واحد لابيل واسمع لها ودني. مرحبا وتبقى هنا صافي. الله يسير الله يسير. نوض خويا سير، ما تخدمش على راسك حتى تبقى مقابل دريه تجيب لك ما تصرف عليك السمان ديال مرض. خويا سير انا غنصولي ليها وتسمع حتى هادشي اللي قلتي لي راه بزاف صافي. اسمح لي خاصك تجاوب. الو لقيتك فين؟ صافا مزيان؟ لاباس انت مزيان؟ فينك؟ ما كنصوني عليا فهاد الوقيته ما خصكش شي حاجه. لا لا ما خصني والو، قولي ليا. نقول لك هذيك اللعيبات اللي عايشين مالهم؟ واش متاكده طايحين؟ ويلي مالي انا غنكتب عليك، راك التليفون لقيته في الخدمه والمكانه راني شريتها لك وهادي سميتها ديك الريحه اللي عطيتك راه هذا ديال صاحبتي وحده عرفت الدرجه جبتها لك. اها صافي يلا ماشي مشكل. المهم يلا تهلا براسك راني عندي الخدمه. يلا سيري. عرفتها قبل ما نشوفها من صوتي اخويا عيسى. عرفتي شحال ضارب مع الدري اللي كتقولي انت هاد الهضره هادي؟ مش عرفتش اخويا عيسى. عم شوف انا شوف دير معايا شي حاجه. حاب كنوريك التصويره. اه صافي وراني وريك اخويا التصويره هادي. هي هادي البنت اخويا عصام كانت مع صاحبتها هي هادي الا كذبت عليك هاد العينين ياكلهم الدو ديال هي هادي. هي هادي شو كيدير اخويا عصام؟ خويا كيديولك لي سهل عليك اخويا عصام وسمح لي ويسالي تلا هاني هاك هاك واحد الأمانة عطاتها ليا واش كان فيه فلوس البسطة؟ كان ما نقولكس. المهم شو كي دير تهضر معاها شرط لي داك الشي راه صافي ضعت اخويا. صافي سير دخل سير ياك تحكي لي ضاربة معايا الطويل جولي خدامة كضربي في التمارة تجي في الاخر خرجتيها شفارة وبنت الليل. اها حساب معاكش الله خرب ليش وصاحبتي لالا هي ويد نصيبك وصاحبتي وصاحبتي شفرت البزاطه وصاحبتي تعاودي ليا ونعاود ليك يا صاحبتي ملي كتشبع الكاش كتقول للراس غني ويد شكون زيد عصام خلي خويا كتحلي داك الباب وكتمشي واش عندي السيد جيب الشمعه وجي الزور دي على الحسنه والبركه ودير شي تاويل يجيب لك الله الرزق. ما كتحشمي بالله عيسى عصام مالك شي اصلا بلا ما تدوي واخا اخويا انا ما غندويش حيت اصلا الفورمه عندك بحال الراجل مسكين. اي لا عيسى محشومه جلس بعدا الراجل خدامه عليك مزيانه عجباتك سكتي صاحبتي هاد الهضره ديالك يلا يلا نخرجوا نضرب برا خويا حنا راه بعدا كنكونوا لابسين حوايجنا وكتم جاي نتايا راه معانا الدريات اصلا بغيتي تسمع. انا والله تكون صاحبك لابسه شو كدير؟ المهم ما علينا نتوما مقصرين ويلي الا مقصرنا عصام كتنز علينا انت دخلتي وشفتي بعينك حنا عاد كنفطروا اختي لا طولتي مع المعرفه هو ديك تهضري معاه بالادب كيخلص لينا الكره عيقتي كاع صاحبتي عجبك الحال قلت لي ما عجبكش نوضي تقعدي انت وياه سيري عارفينا لا فورما لا اناقه لا جمال. لا عصام ما تديش عليها راه غير كضحك معاك والله حتى عزيز عليها راه فهمتي. لا خويا ما كنحملك انت اصلا ما فكرتيش تحمل
الله يحفظك. صالح كون خرج الشارع اجي الله يسمعني. في الوسط حشومه عليك. سمعي سمعي. عندي لك واحد الهديه جايبها لك والله الا جايه متقل بها. والله حشومه عليك شتي عصام مسكين ديما كيكبر بينا. ولا كنكبر بيك شتي ماشي هي. صافي بحال هكا. تقول لي السكنه فين ساكنه؟ ساكنه خويا. يا حاج مقلوبه يا حاج كندوش معاك بعد حسابك والله خرجي. دخل لك تشوفي. ايوب دخلوا دخلوا خويا. خويا خويا. اسامه خويا وشنو هذا؟ وما هذا خويا؟ هي هذه هي هذه. فين بنت الحوبات؟ بدك تاكلي السردين ولا كابايله؟ تصدمشي. ها؟ يلا جاوبي السيد. هضري على الساكشة هضري. كيفاش اخويا هاد الكابايله ولا اش كتخربق؟ اصلا انا فين كنعرفك ولا فين عمرني شتك؟ عصام راه كيكذب عليك والله ما كاينه شي حاجه من هاد الشيء. الله اخويا واش انت كتعرفني انا كنخدم بالحلال وما كندي حتى شي واحد ديالو؟ والله عصام ما كاينه شي حاجه خليني غير نشرح لك. اش خرجي فيا عينيك دابا في وجهك اش خرجي في عينيك؟ ثلاثه الرجال واقفين وانت كطردقي في عينيك واش تسيد هاد الدبله؟ ديتي لي التليفون والريحه والمكانه وجاي عاد يوميا انا بتصيفطيني صافي قلت لك زعما مقفرو خويا هادي الفلوس الدوا الدوي شي مليون ومهم داكشي الاخر بلا ما حاسبوش داكشي اللي صرفته بزاف محشومه شنو نقول لك اخويا عصام نقول لك هذيك راه قماط راه ما يمكنش اصاحبي يكون عشان تاكل فلوس بسم الله الخدامه قلت لك مابقاش شي قاد الوقت اصاحبي ندو الله اللي ربي بينا عليك يلا ادري قول لي شي حاجه هادشي كاع شنطه ولا ضحك عليا والله ينزل عليك المسخاش من مليون ولا جوج المليون 40000 ريال اللي كانت في الصاك وريحه مضروب فيها النص باز ولا 2000 درهم لا ما كاين والو غير خليني نزيد نشرح لك اكثر واش تشرحي لي صافي عرفتك الحقيقه سكن علاش تشرحي لي مدين السيد ديالو ناصبين عليه شي واحد ديش لي ديالو لا عمرني ما درت شي واحد شي حاجه والله اذا كنا طلعنا ترونسبور وطلعنا معاه والشيطان نوسوس لينا في دماغنا والله ما كاينه شي حاجه من هاد الشيء عصام شحال في الله عصام شوف وكانوا دراري انا غناخذ حقي بيدي وغندير فيهم يدي والله ما نعقل عليهم وكاين ما جاتش في العيالات بحال صدقتيها بشي كلمه باش يخلف الله خويا منك يا ابني الله يعاونك انتي دايره فيها زعما ديك السيده الشريفه والله انا تا شريفه صمك علينا ولكن رجع لك المثال الكلب كيبقى كلب واخا يدير سلسله ديال الذهب حيد ديك جوج سلسله اللي دايره لا شافرا لا والله ما شافراهم والله تا شريهم بعد تي الفورمه ديال الهوندا مش كثير تعير في انا لحيتك تعمر برايو وتجيهم قليله بنادم كدير طانا في الدور وراك اكثر منا صافي بركه هي تتعطيك وانت كتعطي وديري لي انا الوسط هنايا وشنو ضرك عصام في هادشي كامل ياك انا اللي ديت الذنوب وانا اللي هزيتهم وانا اللي سرقتهم وجبتهم حتى لعندك ياك ما خليتهمش حتى عندي انا بوحدي في عندك المشكل انت وزيد هو راه لاباس عليه غزيت فيه انا اللي دارني في هادشي هو انني ناوي معاك الحلال زعما قلتي تكوني مرتي وموت ولادي انتي الشر قطع انا والله شحال فرشي من واحد لا والله ما عمرني شفت والله شحال من واحد مشيتي معاه كتحشميش وانا مربي عليك الكبده وكنقول هي اللي كاينه وكندير لك حتى شي حاجه من وراك ما خدامش نقولك انا ما خدامش كاينه نقولها لك وانت انت ما خدامش وانا كنحيدها من فوق الصباح وكنجيبها لعندك وسيري حيدها تما فوق الضباع وبعدي مني شوفي غتبعدي مني غتنسيني بمره حيت انت ماشي بنت الناس ماشي بداركم كتقولي انا ساكنه مع والدي فين هما والدي ها بحال هكا يكونوا بنات الناس اللي باغا تجوج فيهم بحال هكا وهضري يلا دوي معايا قولي شي حاجه صافي عصام ما عندي ما نقول انا نسيني حيت نشيا حشمت بغيت نضربك ولكن يدي عزاز عليا الصراحه والكلب كيبقى كلب واخا يدير سلسله ديال الذهب واخا تيدير جوج سلسلات بقى هي كلبه لا انت لا اخويا الله يرحم الوالدين ما عند الميت ما يقول قدام غساله عيرنا عفت رجاله درنا لك الكتاب اخويا اش نكتب ديما كنقولها لك كنقولها صافي اختي نجوج الرجاله ما فهمش لا لا ديالي بقى وجهي تنقى هي هادي احنا ما خرجنا حتى شي حاجه من هادشي انا سمعت خلو ودنيا انت السبب داك النهار في الطوموبيل قلت لك انا واش الصاك ما تنهينيش ما تقوليش ما تديش الصاك ايوا فين هي الصراحه احنا ولينا كلاب
هادشي هذا راه كاع ما بقى غادي يسلكنا والله. شي نهار حتى حنا راه غنموتوا ولا غادي طرا لينا شي حاجه. انا اختي غنجمع حويجاتي وغنمشي نكري مع شي بنات نيت اللي خدامين شي خدمه ديال الحلاله، ما هادو اللي جالسين معاهم ما صالحين ليا ما صالح عليهم. حنا ما كنفكروش اللي جا كنركبوا معاهم، فكرنا شي نهار شي واحد يدينا يقردنا في شي قنت. الحمد لله اللي جاتنا غير هكا، اما كون حنا مقرضين في الميكات انا اختي ما غنزيدش دقيقه في هاد الدار، انا نايضه نجمع حوايجي حتى انا غنوض نجمعهم معاك.